وأبقى طبعا بيت المقدس في يده، ورجع ريتشارد إلى بلاده ورجع الأمراء إلى بلادهم. صلاح الدين ما كان يريد هذا الصلح، لكن اضطر تحت ضغط سآمة الأمراء وإشارتهم عليه بالرجوع والانفضاض. هكذا قدر وهكذا كان، فبقيت عكا في يد الصليبيين قرنا كاملا، حتى جاء الأشرف خليل رحمه الله تعالى. جاء الأشرف خليل سنة 90 و600 السلطان المملوكي المصري، وأخذ عكا وطهر الساحل الشامي، وصار الساحل الشامي كله رجع للمسلمين، ولم يبق فيه أي كافر صليبين ولله الحمد، وبقيت البلاد الشامية طاهرة من دنس أولئك 7 قرون تقريبا، حتى جاء إخوان قردة والخنازير ودخلوا فلسطين في ملحمة طويلة تعرفونها وتعلمونها. صلاح الدين بقي بعد عكا أو بعد الصلح مع الصليبيين 2 سنة، وهو في قلبه حسرة ما يريد، لكن ما وجد مساعدا أمينا. وأنا أشير الآن إلى وزير صلاح الدين، وهو القاضي الفاضل. هذا القاضي رجل اسمه عبد الرحيم البيساني، فلسطيني، وكان أقرب المقربين مطلقا لصلاح الدين، وكان وزيره وكاتبه وأديبه وعالمه، وكان قد أجلسه في مصر مع ابنه ليكون قريبا من ابن صلاح الدين في مصر، وكانت الرسائل تترى بينه وبين صلاح الدين. الرسائل هذه لو تقرؤونها يا إخوة تعجبون، فيها تثبيت من القاضي الفاضل لصلاح الدين. كان صلاح الدين مثلا يريد أن يحج، فقال له القاضي الفاضل كيف تحج؟ يعني يا إخوان ما كان حتى يستطيع الحج، والإنسان يتمنى أن يحج. قال له لا تحج، فإن الصليبيين محيطون بالمسلمين، فلو حججت وطالت غيبتك في الذهاب والإياب، تعرفون من بيت المقدس إلى مكة ما كان المسافة تقل عن 1 شهر أبدا، من المدينة إلى مكة كانت المسافة 11 يوما، فكيف بيت المقدس إلى مكة؟ فشهر في الذهاب وشهر في البقاء هنالك وشهر في العودة، 3 أشهر. كان القاضي الفاضل يخاف على البلاد أن يأخذها الصليبيون، فكان ينهاه عن الحج مع شوق صلاح الدين الكبير لأن يحج، لكن القاضي الفاضل يمنعه. وفي مرة شكى إليه وهو على أسوار عكا ويقاسي الثلوج ويقاسي صدود أمرائه وقواده ويريدون عودة إلى بلادهم وقد ملوا، وفي وسط هذه الظروف العصيبة يأتيه خبر ابنه وقد مات، وخبر ابن أخيه تقي الدين وقد مات، فيرسل رسالة رائعة للقاضي الفاضل في مصر يستشيره ماذا يصنع، ويقول هذه ذنوبنا حالت بيننا وبين النصر. فيرسل إليه القاضي الفاضل رسالة جليلة جميلة، يقول يا مولانا كفى بلسان السيف الأحمر في الجهاد مستغفرا، كفى بلسان السيف الأحمر في الجهاد مستغفرا. وذكر له كلاما رائعا جليلا، يعني أولى بكم أن ترجعوا إليه وأن تقرؤوه، وقد سطر في كتاب جليل اسمه الروضتين في أخبار الدولتين، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين. ومرة يعني ذكره بأن الأمراء العالم الإسلامي ما يمدونه بالرجال ولا بالمساعدات، والصليبيون مثل الجراد يأتون من أوروبا، فالبابا قد حرم عليهم دخول الكنائس وأغلقها في وجههم، وحرم عليهم الزواج وحرم عليهم كل شيء إلا أن يذهب الواحد منهم لتأدية الخدمة والجندية في المشرق الإسلامي. هكذا كان بابا يسمع، وكان الناس يأتون بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وصلاح الدين لا يكاد يجد معينا. فشكى إليه فقال يا مولانا، قاضي فاضل يخاطبه يقول له يا مولانا أليس يكفي أن الله تعالى أقامك وأقعدهم ونشطك وكسلهم وحمسك وثبطهم؟ ويقول اليوم، ويقول له في كلام رائع، يعني أنك قمت من بين أمراء المسلمين وملوك المسلمين بهذه الفريضة الرائعة، فريضة الجهاد، وهم في أهلهم وبين أولادهم وبين لذائذهم، وأنت محاصر عكا وأنت في شدائد عظيمة، هذا من فضل الله عليك. وصار يثبت تثبيتا رائعا. إذا القاضي الفاضل في الحقيقة له أثر كبير في تثبيت صلاح الدين على الجهاد وعلى العمل الصالح،
وكان كاتبه وكان أديبه الذي يرسل له الرسائل. وكما قلت لكم كان في مصر مع ابنه يثبت ابنه، لأن ابنه كان صغيرا، يثبته ويرشده ويعلمه على الطرائق السياسية في إدارة الدولة أو إدارة الإمارة أو الولاية المصرية. صلاح الدين مكث سنتين بعد ذلك في بيت المقدس ولم يمهله القدر، فكان قد خرج لوداع الحجاج أو لاستقبال الحجاج في سنة 89 و500، وكان فرحا وكل مشاعره تنادي بالحج، لكن ما قدر له. استقبل الحجاج، لفحه الهواء البارد، عاد إلى بيت المقدس، عاد إلى دمشق، يعني عاد إلى دمشق، وحم أياما وتوفي رحمه الله تعالى في تلك السنة نفسها سنة 89 و500 عن 57 سنة. وقبره في دمشق معروف ظاهر يزار الزيارة الشرعية، وهو القبر الذي دخل الجنرال غورو الصليبي الفرنسي بعد قرابة 7 قرون، 7 قرون من هذه الحادثة، رفس قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين مرة أخرى، في خسة كيف يخاطب القبر بهذا، لكنها خسة الصليبيين معروفة. ودفن في دمشق رحمه الله تعالى ورضي عنه. مواقف صلاح الدين تدل على أنه لم يكن يرضى بالصلح، وكان يريد أن يجاهد إلى أواخر حياته أو إلى أن يتوفاه الله تعالى. يقول القاضي ابن شداد: كنت أسير معه على الساحل الشامي في يوم عاصف كثير الرياح شديد الموج، قال وأنا ملئت رعبا من البحر، بحر يهدر هدرا وأمواجه هائلة، قال وأنا خائف من البحر. فالتفت إلي صلاح الدين قال في نيتي إن كتب الله الزيادة في أجلي، قال في نيتي أن أقسم البلاد، يعني بين قواده وأولاده، أن أقسم البلاد وأذهب في سفن إلى جزائرهم، أي جزائر الصليبين، بلاد الصليبين، ولا أبقي أحدا كافرا حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى. قال فتعجبت من همته، يقول أنا أخائف من البحر ومن أمواج البحر الشديدة ومن الحالات الصعبة، وهذا يريد أن يغزو الفرنجة في البحر وأن لا يبقي كافرا حتى يدخل في دين الله تبارك وتعالى. همة عالية، همة رائعة. فإذا أضيف إلى تلك الأمنية الغالية الجليلة ما كان عليه من علو نفس وهمة رحمه الله تعالى في أمر الجهاد، اسمعوا هذا الموقف لتعلموا عظمة هذا الرجل. لما جاء ريتشارد ملك إنجلترا وملك فرنسا، جاء سويا بجيوش عظيمة، صلاح الدين يريد أن يرمم أسوار بيت المقدس، فماذا يصنع؟ يقول المؤرخون إنه نزل هو وقواده وأولاده والجيش وكثير من العامة يحملون الصخور على أكتافهم ويواصلون الليل والنهار من أجل ترميم سور بيت المقدس، حتى إذا جاء الصليبيون يجدونه سورا قويا فلا يملكون معه شيئا. تصور هذه الروح وهذه النفسية وهذا الجمال وهذا الجلال. ما أحوجنا اليوم لتذكر ذلك البطل العظيم، وما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى صلاح دين يأتي ويقود هذه الأمة إلى النصر والتمكين. ما أحوجنا لتذكر هذه الصفات الرائعة والخلال الجميلة وغرسها في أجيالنا. لا يكفي فقط أن نسمي مدرسة باسم صلاح الدين، ولا يكفي أن نسمي مسجدا باسم صلاح الدين فقط، بل لابد من غرس هذه السيرة الجليلة في قلوب وعقول وصدور أبنائنا وبناتنا. لابد لأبنائنا أن يكون هو القدوة لهم. أبناؤنا اليوم قدوتهم ما بين مايكل جاكسون وما بين لاعب كرة وبين فلان وعلان، يعني كثير من أبنائنا للأسف الشديد نحن بحاجة لتعليمهم تلك السيرة العطرة وغرسها في قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم، حتى يكون كل واحد منهم صلاحا للدين، وحتى يغدو كل واحد منهم بطلا عظيما مثل صلاح الدين. فنحن صانعون هذه الحلقات ما عدت من أجل تمضية الأوقات ولا للتسلية، إنما أعدت من أجل بث الروح في المسلمين وفي أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين،
فنحن